أجمعين. فيما يلي ملخص الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة، أي منذ مساء الأمس وإلى غاية الخامسة زوالا من يومه 18 يوليوز 2020، حيث سجلت 289 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ويصل بذلك إجمالي عدد الحالات منذ الثاني من شهر مارس إلى غاية اليوم إلى ما مجموعه 17015 حالة إصابة بهذا الفيروس. فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات المؤكدة بجهات المملكة فهو كما يلي: إذا سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 92 حالة جديدة، 78 منها بطنجة، حالة واحدة بالحسيمة و 13 عفوا حالة بتطوان. ثم جهة فاس مكناس سجلت 76 حالة جديدة، 73 منها بفاس وحالة واحدة بتازة ثم حالتان بمكناس. فيما يخص جهة الدار البيضاء ستات سجلت 76 حالة جديدة مؤكدة كذلك، 72 منها بالدار البيضاء، 3 حالات بالمحمدية وحالة واحدة ببرشيد. أما فيما يخص جهة مراكش أسفي فقد سجلت 9 حالات جديدة، 8 منها بمراكش وحالة واحدة بالحوز. فيما سجلت جهة الشرق 20 حالة جديدة، 11 حالة بوجدة، 5 بجرادة، 3 بالناظور وحالة واحدة بالدريوش. وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 6 حالات جديدة، 5 منها بتمارة وحالة واحدة بسيدي سليمان. فيما يخص جهة الدخلة وادي الذهب فقد سجلت 6 حالات جديدة كلها بالدخلة، فيما سجلت جهة قلميم ودنون 3 حالات جديدة بقلميم، وسجلت جهة بني ملال الخنيفرة حالة واحدة بخريبكة، ولم تسجل جهة درعة فيلانت وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة سوس مسا أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة المنصرمة. وبعد إجراء التقصي الوبائي والتحليلات المختبرية اللازمة، تم استبعاد منذ بداية الوباء إلى غاية الآن ما مجموعه 973,499 حالة إصابة بهذا الفيروس تم استبعادها. إذن فيما يخص حالة التعافي فقد تم ترى للشفاء ولله الحمد 260 شخص، ليصل بذلك مجموع عدد حالات الشفاء إلى 14,620 حالة تعافي، أي بنسبة تبلغ حوالي 86%. لكن مع الأسف تم تسجيل 5 وفيات جديدة مرتبطة بداء كوفيد 19 خلال 24 ساعة الأخيرة، ويصل بذلك مجموع الوفيات إلى 269 حالة وفاة، أي بنسبة إماتة تناهز 1.6%. ويصل كذلك مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج حاليا 2126 حالة، منها 29 حالة صعبة وحرجة. هذه الحالات الصعبة والحرجة تتوزع عبر جهات المملكة كما يلي: إذن حالة واحدة بجهة بني ملال الخنيفرة، 12 حالة صعبة وحرجة بجهة الدار البيضاء ستات، 3 حالات صعبة بفاس مكناس، وحالة واحدة بسوس مسا، ثم حالتان بكل من جهة مراكش أسفي وجهة الرباط سلا القنيطرة، و8 حالات صعبة وحرجة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وقد مكن تتبع المخالطين إلى غاية الآن من رصد ما مجموعه 93,906 من المخالطين، لازال منهم 14,999 شخص تحت المراقبة الصحية إلى حين استيفاء المدة اللازمة والمحددة في 14 يوما ابتداء من آخر لقاء بين الشخص المريض وهذا الشخص المخالط. إذن فمزيد من الالتزام بوسائل الوقاية من غسل للأيدي وتباعد جسدي واستعمال سليم للأقنعة، مع تحميل تطبيق وقايتنا وتشغيل تقنية البلوتوث بطريقة مستمرة. وتخبر وزارة الصحة المتتبعين بأن تحيين المعطيات على صفحتها الرسمية www.covidmaroc.ma www.covidmaroc.ma سيتم مرة واحدة في اليوم، وذلك مباشرة بعد التصريح الصحفي اليومي
فيما سيستمر تعزيز التواصل بتصريح صحفي أسبوعي يوضح ويفسر تطور الحالة الوبائية خلال الأسبوع المنصرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.